وبإذن الله سبحانه وتعالى يعني دعم المؤسسين نستطيع أننا نحقق نسب بتاعة التنفيذ عالية. الخطة تتكون من 6 محاور كما هو مذكور يعني واضح أمامكم بمقدمة طويلة جدا تحكي تطلعات المشروع إن شاء الله. وهنالك تحليل سوت أناليسيس عن البيئة الداخلية والخارجية بالنسبة للمشروع وكيف أنه ممكن هو يستطيع في الفترة الجاية إن شاء الله أنه يحقق استراتيجيته من خلال المراحل اللي ذكرها قبل أخونا محمد السر من نقاط للضعف والقوة والفرص والمهددات وقياس للدرجة الكلية المرجحة والوضعية اللي هي ممكن نقول المشروع الان هو في سيتويشن يعني في الوضع في المربع الثاني من فوق هو يعني واضح جدا انه يعني نحن الان بصدد مواجهه تحديات كثيره جدا. طيب انطلاقا من المحاور اللي ذكرها اخونا محمد السرين هي 4 محاور اساسيه هي مربوطه مع بعض البعض وبتحتاج لفترة زمنية قدرها 15 سنة حتى تتنفذ كلها أو تنفذ كلها، ولكن نحن الآن في المربع الأول والفترة اللي هي الفترة من بين 2010 إلى 2013 وضمن المحور الأول فنحن الآن أو ضمن المرحلة الأولى نحن الآن بصدد محورين. المحور الأول هو تحسين جودة التعليم وتنمية شراكات لزيادة الابتكار والمشاركة وتحمل المسؤوليات. هذين المحورين لهما 5 غايات و7 أهداف و7 مبادرات. هذا هو الملخص الذي يلخص المحور الغاية الهدف الاستراتيجي المبادرة والأنشطة المعتمدة لكل مبادرة من المبادرات الـ7. أو بلخص تقريبا المشروعات اللي احنا بصدد تنفيذها إن شاء الله خلال العام الحالي. المبادرات الـ7 عندنا مبادرات قائمة أصلا هي مشروع تأهيل المؤسسات التعليمية تكنولوجيا، مشروع الكمبيوتر المحمول للمعلمين، مشروع المسابقة السودانية على الإنترنت، مشروع تدريب مدربي معلمي العلوم. أما المبادرات الجديدة فهي مشروع حاضنة صناعة برمجيات التعليم الإلكتروني ومشروع تنظيم مع او ممكن نقول عليه هو هي طبعا مبادره ممكن يكون تنظيم معرض التعليم الالكتروني السنوي ومشروع كمبيوتر محمول لكل طالب. اولا مشروع تاهيل المؤسسات التعليميه تكنولوجيا هو بيتكون من 4 مناشط المعامل التخيليه اللي هو مواصل للمعامل التخيليه والسبور الالكترونيه المربوطه به والتدريب بالنسبه لمعلمي العلوم بالمدارس الثانويه وتوفير الانترنت المجاني. مشروع تاهيل المؤسسات التعليميه تكنولوجيا له اهداف وله برمجيات معتمده هي الرخص اللي احنا تكلمنا عن انه احنا الان في حوجه ماسه جدا اننا نوفرها عشان نقدر ننفذ المشروع المتعلق بالمعامل التخيليه. بالنسبه للبرمجيات في الجدول الظاهر امامكم التكاليف التفصيليه بالنسبه لما هو مخطط يعني 2012 انه احنا مستهدفين زياده على ما هو موجود من مطلوبات للرخص 95 مدرسه لكل السودان بواقع 5 مدارس اضافيه لكل ولايه. احنا طبعا في العام السابق كنا نتكلم عن 10 مدارس لكل ولايه، ولكن الان لان لحد الوقت الان ما يعني ما استوفينا يعني احتياجات من الرخص للمواد، والرخص طبعا مطلوب مفصله بالنسبه لمشروع المعامل التخيليه، ولذلك احنا قلنا عشان نكون واقعيين اكثر نتكلم عن عدد معقول، فقلنا 5 مدارس لكل ولايه المجموع 95 مدرسه. والجهه المفروض توفر من واجب من يعني واجب ومن مسؤوليات الصندوق المعروفه لدينا جميعا انه هو بالمقام الاول افترض هو يدعم المشروعات اللي بتصف في خانه المعلوماتين في البلد، وبالتالي هنا بنستند انه الصندوق هو اول وزاره الاتصالات بتاعت المعلومات هي اللي افترض يليها انها
توفر الرخص، خاصة إن إحنا نستهدف مدارس حكومية وليست المدارس الخاصة. طيب، السبورة الإلكترونية هي مربوطة تماما بالمشروع تبع المعامل، وظاهر إنه إحنا الآن محتاجين لكمية 95 سبورة بواقع سبورة واحدة لكل مدرسة. والتمويل بالنسبة لها طبعا حسب الاتفاق تم أوريدي توقيعه مع كل الولايات، إنه الولايات هي اللي افترض توفر السبورات الإلكترونية بالنسبة لمدارسها المستهدفة. تدريب المعلمين هو ده المشروع الثالث. المعلم الواحد بيكلفنا 200 جنيه، ونحن مستهدفين 200 معلم، وبالتالي التكلفة الكلية بالنسبة لتدريب المعلمين 480 جنيه، وهي بالتزام من وزارة التربية سابق إنها هي مستعدة إنها تفي بالتزام إن شاء الله في إنها تدرب المعلمين في كل الولايات المستهدفة، بالإضافة لدعم أو مساعدة من وزارة الاتصالات وقطاع المعلومات، بإثارة إن التدريب هو واحد يعني واحدة من أهم الأولويات بالنسبة للوزارة. تمليك المعلمين الكمبيوتر المحمول هو المشروع الثالث. المستهدف بالنسبة لعام 2012 2000 جهاز كمبيوتر يملك للمعلمين بتمويل من شركة MIS إن شاء الله. بغير 3000 المجازفة في 2010 ولا دي يعني منغولين؟ منغولين؟ لا، هي منغولة بالأحرى، يعني لأنه أصلا هم حتى الآن مولوا 1000 جهاز. يعني دي تكملة للمشروع؟ تكملة للمشروع نفسه. جيد. طيب، من المشروعات الجديدة عندنا مشروع اللي هو من الأربعة بالتماشي، مشروع حاضن صناعة برمجة التعليم الإلكتروني. هنا بنتكلم عن إننا برضه واحد يعني مهم جدا إنه إحنا يعني لحد الآن طبعا بنتكلم عن رخص المعامل، يفترض نشتري برمجات من خارج السودان عشان ونفرار الرخص عشان تكون موجودة. فمشروع الحاضنة هو في المقام الأول إن نخلق بيئة داخلية معافاة، إننا يعني مستقبلا نعتمد على نفسنا ونعتمد على ذاتنا في إنتاج البرمجيات محليا، ولذلك برضه نخليه من أهم الأولويات بالنسبة للمشروع إنه هو يتبنى حاضنات إلكترونية من خلالها نستطيع إننا نطور الخبرات المحلية الخريجين نفسهم في إنهم ينتجوا برمجيات محليا في السودان وفقا لما هو يعني ضروري وفي حاجة الناس. يعني الشركاء المركز القومي للمعلومات أو الممولين بالأحرى، لأنه في خطأ هنا، إن الممولين افترض يكونوا المركز القومي للمعلومات وصندوق دعم اللي هو في صندوق دعم المعلوماتية وصندوق تشغيل الخريجين، باعتبار إنه هنا بنستهدف خريجين ومطورون، بالتالي لا التزاما على الصندوق إنه يساهم بصورة أو بأخرى في دعم هذا المشروع. والمؤسسة السودانية لتطوير قناة المعلومات هي أيضا من الجهات التي افترض يتم التنسيق معها في مثلا التنفيذ بالنسبة للحاضنات. المعرض ذكر أخونا محمد سيد قبيل في حديثه إنه المعرض هو واحد من الأنشطة المهمة جدا اللي افترض تنفيذها في الفترة الجاية، والتمويل للمعرض التكلفة الكلية بالنسبة لها 77510 جنيه، ينبغي أن توفر من الجهات الثلاثة الواضحة تحت وزارة التربية والاتصالات وقناة المعلومات والتعليم مشروع التعليم التكنولوجي بالسودان. الثالثة المسابقة الصناعية على الإنترنت، هو مشروع أوريدي بدأ يعني بدشم بمؤتمر صحفي كان في الأسبوع قبل الماضي في نفس المكان. ما ذكرت حاجة عن فوائده وأهدافه شنو هي؟ بالنسبة للمعرض مش كده؟ ما مذكور فعلا، لكن هو الاهداف يهدف لنشر الثقافه التقنيه واضح جدا في خامسا. العنوان الاهداف هي نشر الثقافه والاسهام في تلبيه الاحتياجات واعاده هندسه العمليه التعليميه بتحديد دور المعلم المتعلم والمؤسسه التعليميه لاتحاد الفرصه لاكبر عدد من فئات المجتمع للحصول على التعليم والتدريب وتوسيع افق المدارك الاداريين والمعلمين والطلاب من خلال تنوع مصادر المعلومات، تسريع تطوير المناهج والبرامج بما يوافق متطلبات العصر بالاضافه الى تقليل تكلفه التطوير. هل هو معرض تعملوه انت براكم بمساعدتك ولا معرض تدعوه الاخرين؟ المعرض في المقام الاول هو يعني باشراف من مشروع التعليم التكنولوجي، ولكن المشاركين في المعرض كل جهات الاختصاص اللي لها علاقه بالتعليم، سواء كان شركات خاصه هي شغاله في انتاج برمجيات التعليم عموما ولا مؤسسات تعليميه
ولا مدارس او جامعات الى الاخر. بالاضافه لوزاره التربيه والتعليم هي سوف تكون الشريك الاصيل في المشروع او في المعرض. المسابقه فيها اهداف ووسائل واضحه وميزانيه من 207 الف جنيه، هي يعني ورش واعمال اداريه ورعايه ماليه واستضافه للفائدين الاجانب من خارج السودان. مشروع الكمبيوتر المحمول لكل طالب هو ده ماخوذ من مشروع الكمبيوتر المحمول لكل طفل. او ال بي سي ولا توكر تشايلد هي منظمه امريكيه يعني متبني العمل ده، وهو عمل شهد يعني نجاح واسع جدا على مستوى العالم، وفي نماذج يعني ما شاء الله مشرقه جدا على مستوى دول العالم الثالث بصفه خاصه، يعني الاورجواي واحده من الدول اللي استفادت كثير جدا جدا من المشروع ده. هو جهاز بمواصفات خاصه تناسب الاطفال، فيها عمريه بذات الفئات العمريه من 7 الى 12 سنه، وبيعتمد اساسا على اهم عنصر استراتيجي للتنميه هو الاطفال وما يتمتعون به من مقدرات وامكانات لا نهائيه في التعلم والفضول والاكتشاف. فتم اختراع كمبيوتر محمول يناسب تطلعاتهم وظروفهم وبيئاتهم، فيتميز الجهاز بالخصائص التاليه: مضاد للصدمات، ارتشوك، دست بروف، ووتر بروف، ليه ريزولوشن عالي جدا حتى في وضح النهار انت ممكن تشاهد الشاشه بوضوح، وتكاليفه زهيده جدا لا تتعدى ال 1000 دولار للجهاز الواحد. 100 دولار او 100 دولار للجهاز الواحد. وفيه خاصيه الروتين يعني انه ممكن من داخل الفصل كل الطلاب يستطيعوا دس بروف بالنسبه لي. نعم وانت شو يعني ممكن عاد تزول يطلع في الجهاز، احنا طبعا جبناه وجربناه وعاد تزول ممكن يعني ينط في الجهاز والجهاز بيتحمل يعني ما في اي مشكله. يتنفذ من خالص بس لكل تلميذ يتوافق مع كل برمجيات التعليم لكل تلميذ، وده اهم شيء طبعا. نعم ويمكن ان يزود بمودم يو اس بي لربط عبر الانترنت. فهنا في المشروع ما تقول لكل تلميذ، ما بتقدر عليه كل تلميذ، عندنا 7 مليون تلميذ والله يعني لحد الان في اورجواي نفذ 2 مليون. اورجواي دوله صغيره جدا جدا وفي الاخر ما نجيب حل تونس. اهم ما في الامر انه المشروع احنا بدنا نبدا ببايلوت بروجكت من 500 جهاز، و يعني كسمول ديبلويمنت بعد ذاك هنعمل لارج ديبلويمنت. اهم حاجه يعني عشان ننطلق ان نبدا بالسمول ديبلويمنت ال 500 جهاز، عشان ده شرط اساسي للدعم الخارجي بالنسبه للمشروع، لانه اصلا متبنياه البنك الدولي واليونسكو وكده. فهنا لو نجحنا في تنفيذ السمول ديبلويمنت بعد ذاك هم يعني حيتولوا تنفيذ المتبقي من اللارج ديبلويمنت في السودان ان شاء الله. شكرا جزيلا. طيب احنا